فأقول يعني إنهم ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني تلقاها أناقتها في اللبس وفي الطلعة وفي الشياكة أكثر من منفعتها لما يعني تبي شيء، ومعتمدين يعني الاعتماد على الخدم صار عندنا ما شاء الله صفة مميزة في الكويتيين اليوم من هذول. طيب شو المشكلة؟ بلا خدامة خلي المرأة ترتاح، شو المشكلة؟ أنا برد النيابة يعني. أنت خليها ترتاح، حزنها على الراحة. أنا أبي واحد وياي. صح لسانك خالد. أنا أبي فلاح. أنت أنا شاكك خلاص له. فلاح أكيد فلاح مؤيد. أنا أبي يحتد النقاش شوي. لا بس أيضا يعني المرأة موظفة يعني تجي الساعة 1 الساعة 1 ونص وأكثرهم يجيبوا إياها من المدارس. خلها ترتاح شو المشكلة؟ صح. طيب أنت ما لقيت لي عذر، بس عذرك للمرأة صراحة يعني كبير. يعني لا يمكن يقاوم الدوام. انا يعني كل الموضوع هو مداعبه يمكن اللي قاعد انا اقوله مع خواتي ولا، لكن يعني هي الحياه مشاركه، لازم تروح تشتغل عشان تشارك، يعني ايد واحده ما تصفق. بنفس الوقت شرعا هي يعني راتبها لها، فبنفس الوقت هي قاعد تحط ببيتها وتساعد زوجها، مو من حقها ان هي جزئيه ان هي تتحلى على نفسها. ما في مشكلة، أنا ما مانع، أنا أقول لك هذا، بس أنا قلت لك من الموضوع كله كان مداعبة عيد لا أكثر ولا أقل. حلو. مناسبة بس معلش فضل. السمي سام أخوي فلاح بابا، العرضات قبل أيام الأعياد الحين ماكو. العرضات قبل كانت تجمع مهرجانات صح؟ نعم مهرجانات في الساحات، مهرجان في الساحة مهرجان ويجمع كل الأجيال، الجد الأب والأطفال، وبالتالي منها خلال العرضات يتعلم عرضة، يتعلم اللعبة، وهو لعب ترى على فكرة. صح. العرضة لعب مو رقص، الرقص إلى فن شقائق الرجال اللي هي النساء، بينما العرضة فن لعب الرجال. فن من اللي أكبر فيكم؟ كنا فلاح أكبر صح؟ والله أنا وفلاح بنفس اليوم سبحان الله نفس المستشفى. قول لنا هالسالفة. أنا أقول لك العرض مداعبة بعد؟ قبل شكلك بتقط علينا الليل. لا لا قبل طال عمرك فعلا كانت تقام المهرجانات في الساحات، وكانت كل محافظة في الكويت سعيا منها في الحفاظ على الموروث الشعبي اللي يعني نشوفها الحين أبيض وأسود رشيف، الواقع ما في شيء انتهى. كانت كل ساحة نطلع لها، حتى احنا نروح لها كنا صغار نروح نشوف هذه العرضة وهذه السامري وهني الشعر وهني الفرق الشعبية اي وهني الالعاب وهني، كانت كل ما يتعلق في الموروث الشعبي يكون في ساحة. كانت المحافظات تتنافس في الاعياد في الذات على يعني الاهتمام في الموروث الشعبي، طرح كل ما يعني يسعد الناس. كانت وسائل الترفيه ما كانت واجد، كان الناس تشوف عرضة هني، تشوف رئيس هني، تشوف سامري هني، تشوف شعر هني، تشوف يعني حتى الألعاب العفوية اللي القديمة الشعبية كانت موجودة. اليوم تطورنا وزادت برستيجنا على يعني ارتفع شوي، فصرنا خلاص ما عاد نهتم في هذه المواضيع. ما فيه شخص داعم أو يسعى من أجل المحافظة على ديوانية سمي، ديوانية شعراء نبط مهتمة في برامجها وموجودة برامجها تطرحها يومية، لكن هذه كانت تقام من محافظات هي من تسعى ل يعني إيجادها كل عيد، استنفار قبل العيد، إيجاد ساحة واتفاق مع الفرق، أيوة فرش، وكانت ببساطة يعني، بس كان شنو كانت لها حلاوة، كانت لها لذة يعني، كان الاجتماع حتى عيالك يعرفون شنو هذا. الحين بعض الأولاد يعني ما يعرف شنو العرضة، شنو السامري، شنو فريزي، شنو أصلاً ما يدري شو الموضوع اللي صاير. صح صح بالضبط. يشوفه أبيض وأسود رشيف، الحين التلفزيون ما فيه رشيف، أنت عرض لي مثلاً من الحفلات اللي كانت في الساحات أي تلفزيون غير أبيض وأسود ما تلقى، لأنه ليش انتهى الموضوع هذا. إحنا ليش ما نأصل هذا في أولادنا أو يعني ونبث يعني روح الفنون الشعبية ونوجدها من خلال يا أخي ترى ما تكفي يوم واحد. فكرتك واضحة، هي عبارة عن إرسال رسالة للأخوة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، تبني هالفكرة اللي هي إعادة الروح إلى العرضات الشعبية قديما في كل محافظة على الأقل. قال صف صفين، قال إحنا اثنين، إحنا كلنا ست محافظات، يعني لو كل محافظة بجهود أيضا الأخوة المحافظين وكذلك المجلس الوطني تنسيق آلية معينة بحيث أن يطلعون في احتفالية وطنية في عرضات ويجون، يعني من ضمنها المهرجان الوطني. يعني أنت عندك مهرجان تسويقي هلا فبراير،
انت ليش ما تعمل في كل عيد او كل مهرجان وطني؟ مهرجان وطني يا اخوي اغلى شيء نتنافس في حب الكويت. احنا كشعراء نكتب ونتغزل في الكويت، كلبونا كل يوم نصف دور عشان كل واحد فينا يقول قصيده في الكويت. زين، فهني انت حتى يعني الروح الوطنيه، الحماس الوطني. غير هلا فبراير قصدي؟ غير هلا فبراير. هلا فبراير مهرجان تسويقي خاص تقوم عليه شركات، هذا مهرجان تسويقي مربحه ومردوده. مو مع ان الفرق موجوده الى الان. العفو، نرجع محور حديثنا، يعني فرقه الجهره موجوده، فرقه ابن حسين موجوده، الرندي بخيطان موجوده. بس قبل انا اقول لك كانت البساطه كانت تجتمع في الاعياد. اليوم احنا اليوم عيد، علمني مكان بكره بروح اشوف عرضه، انا بشوف حفل. ماكم مكان؟ ما في. ها هذا اللي نتكلم عنه. القصور هذا نوال من يعني بوجهة نظرك قصور من مسؤولين بالمحافظات ولا من جهات إعلامية؟ إنه ما في عرضات، ما في فرق شعبية مثل ما كنا أول نطلع. الناس تغيرت، الناس تغيرت يعني. بس هذا موروث، هذا موروث. في ناس الكبار بالعمر ما زالوا محافظين على الشغلة هذه، بس أنت الجيل هذا لا. الجيل هذا مو انه يعني ما يعرفه، يدري انه هو موروث، يدري من عاداتنا ومن تقاليدنا ويعرف كل هذا. بس العيال تغيرت، عيال الجنك فود، عيال الكمبيوتر، عيال البلاك بيري، هذول هم العيال تغيروا. العولمه اي يعني احنا شوفي مساء لما سمعنا الاغنيه اطربتنا، لكن هم لما يسمعونها يقول شي ما شاء الاغنيه هذه اللي حاطتها. يغير اختي نوال، مو قصده اهانه او انه لا، هم عقليتهم تغيرت. بس انا ارد اقول لك ليه قبل الغزو او نص الثمانينات وحفلات وزاره التربيه، يعني احنا كلنا شاركنا في اعياد الوطنيه. اذا مو على مستوى الكويت كنا بالمدارس كلنا شاركنا بالرقص وبالحفلات اللي تصير. كل مدرسه كان تعمل يوم عيد الوطني او عيد العلم تعمل حفل. صحيح. هذه الشغلات كانت على طول تذكرنا. مو بس بالمدارس، حتى بالاعياد. انا اذكر يعني قبل الغزو فتره الثمانينات كنا نطلع بالبراحه الفلانيه او بالمنطقه الفلانيه او المحافظه في عرضه هناك، نبي نروح نشوف عرضه الفرقه الفلانيه هناك، بيعرضون وبيرقصون وبيلعبون في الفرق الشعبيه، فرق النسائيه وغيره. طيب يعني طيب اليوم في يعني الحين حتى لما يحطون الاغاني اللي كانت بالثمانينات اوكي ملوت الاعياد الوطنيه، يعني حتى اذكر الحفله اللي سووها حق الملك خالد الله يرحمه. زين يعني بنات ثانويه كيفان، بنات ثانويه الحين لما نشوفهم اوكي صجنهم اللي صار الامهات ويدات بس يعني ايش فيها الحفلات الحين؟ طلعت لنا 100,000 شغله اوكي، والحين الا بنات صغار، مع ان الجيل هذا بنات الصغار ما شاء الله الطول والعرض، ويعني شو الفرق بين رابعه متوسط اولى ثانوي؟ يعني هذه يصير وهذه ما يصير. هذه الشغلات كان هذه الشغلات هي على طول تجدد، وكانت يعني ترسخ العادات والتقاليد واللبس والاغاني. الحين حتى اعيادنا الوطنيه الحفلات اللي قاعد تصير بالذات اخر 3 سنين، الحفلات الوطنيه اللي صارت حفلات قويه ناجحه بكل مقاييسها، بس ستيل ما فيها النكهه مالت اول. صحيح. الثوب مال اول، الاغاني مالت اول، الرقصات مالت الاول ما هي موجوده. انا اقصد بس بشغله انا صحيح. يعني اليوم الغوص محافظين عليه احنا، كل يوم تنزل رحلات للغوص كل سنه، يعني كل سنة اللي هي التراث. هي التراث زين. يعني ليش حافظنا على هذا الجانب واهملنا الجانب الثاني؟ أنا أقصد أن شنو يعني ليش أنا أحب هالموضوع لما أشوف يعني شباب صغار طالعين الغوص وأهلهم يدعونهم، يعني أستمتع لأن الولد عنده يعني عنده شيء أنه يحافظ على شنو، حافظ على موروثه، تعلم شيء من موروثه. ما تغير يعني تغير الجيل، لكن هذا الإنسان الولد هذا غير عن هالجيل، سعى لمحافظة على موروثه. أنا أقول لك لو طرحت وأوجدت هذه المواضيع للمحافظة على المواضيع الشعبية كل ما يخص التراث، صدقني راح تلقى تجاوب وتفاعل من الشباب الصغار. يعني أتوقع أنه يمكن يترسلك الأماكن وتلقى طلعهم كل فن من موروثنا الشعبي راح تلقى فيه متواجدين شباب. لا بس اسمح لي سمي، يعني نضع الإصبع على الجرح، النادي البحري هو اللي قائم في مهمة إحياء التراث البحري.
اقصد بهذا الجانب رحله الغوص الى الرقه، السفن اللي تطلع الى اخر الهيرات ويرجعون باللولو الى اخر، ولكن الجانب هذا الخاص بالعرضات المفروض الديوانيه يوريت شعر النبط تتبنى هذا الجانب. غير مفعله لدورها بالضبط، غير مفعله يعني حسب الاجاره اللي عندهم. وزاره التربيه، هم وزاره التربيه المفروض يكون لها دور يعني اكثر من هالناحيه هذه، يعني تجدد هالشغلات هذه، تعطي دروس بالعادات والتقاليد وبالمجتمع وبالثقافة، هذه شغلات أكثر. صحيح، واضحة الفكرة. بس خليني أنتقل إلى المسرح قدير. ليه صار العيد؟ وأنا قلت هالفكرة قبل أسبوع تقريبا مع أحد الإخوان الفنانين قبل العيد بثلاث أيام، وإحنا صايمين حتى فطور ما نقدر نفطر، الدعاية كلها تتحول المسرحية الفلانية والمسرحية الفلانية، وين عياديكم يا يهال وجهزوا دراهماتكم عطونا دراهمكم، شو السالفة؟ أيام يعني موسم المسرح أي طبعا بعد رمضان على طول يكون موسم خاص المسرح، وبالعكس أنا عيالي أتكلم ماما يلا ودينا المسرحية قصينا تذاكر. يعني ليش بس بالحق العيد يعني طول السنة؟ عيادي مو بس كذي توفرت دراهم. اي وبعدين برمضان عقب رمضان يصير بعدين في فتور، ترى يعني راح يصير عندنا فتور وايد في وقت نقعد احنا فيه وايد يكون ما عندنا مسلسلات، فعقب رمضان على طول يحطوا لك هالمسرحيات واليهالي يلا خل نروح فعشان كذي. بس للاسف الان يعني في هبوط المستوى الثقافي للمسرحيه. اي المسرحيات، وين مسرحيات قبل؟ علاء الدين، سندريلا، السندباد، يعني انا اذكر عيالي كنت اوديهم يوم وهم صغار لي قبل الغزو، اوكي يعني حتى بعد الغزو بسنتين، يعني مسرحيات هدى حسين بعد الغزو يمكن اختها سحر مو موجوده، بس كانت في مسرحيات قبل الغزو هادفه تطلعين وللحين يتذكرون الحوار الاغاني اللي كان بالمسرح ليلى والذيب وهالسالفة. انا عندي مسرحيه يعني مسرحيه اعتذرت منها الشاوي وبنات الواوي، هذه كانت الواوي او بنات الشاوي شيء اي هدى حسين وهذيل اي فاعتذرت منها بسبب ان النص مو حلو، يعني مثلا اذا كانت المسرحيه رعب حق الاطفال ما ادري انا اشوفها مو مناسبه. فلاح للحين العياده شقاله عندك ولا شطب؟ لا موجوده ما تقدر لا مفر يعني كم يلا علمنا. والله شوف هي مو بالقيمه يعني العيديه اذا بتفتح ما تخلص يعني، فيعني نص ربع حق الصغار يعني شكليا يعني مو يعني مو بقيمتها يعني، ممكن لو تعطي 100 دينار جاهل ما يعرف العشرة من 20 ولا أهم شيء أنك تعطيه وتسلم عليه. بس قبل كانت أقل الآن ما يرضى الآن، يعني أعطيك مثال ماني قايل ولد صغير يعني أبوه 15 سنة بيروح مع ربعة سينما ما سينما ووجه مش عارف إيش، هذه 20 دينار ما يرضى يا يبو 10، قال لا إلا 20 كل شيء غالي. صح كل شيء غالي، والحين يعني قبل يعني ال 100 فلس 150 يقدر يعني يركب له ديرفه يركب له الله يعزكم الحصان يفتر يعني تأدي المعنى، الحين لازم يدش له سينما يدش له فيلم يعني يبي يروح ويا ربعه يعني يمكن حتى 20 دينار ما تكفي، يبي اكل يبي ما تكفي يعني، وهي مو معناها يعني بالسابق المال. مثل ما ذكرت اخوي فلاح ال 150 فلس لما ياخذها الصبي ولا البنت عيدية يطلع برا البراح الفريج اللي وراهم يركب القليلبة وام الحصن على عزكم الله عز مشاهدينا الحمار اللي محنة واللي على قراقشة ويستانس ويشتري له حلويات ويفرح بالعيد ويفرح بالعيدية. الحين يقول لك لا انا الخمسة والعشرة والعشرين شوية زيدني، لان في العاب في اجهزه الكترونيه طلعت البلاي ستيشن الايبود البلاك بيري الاجهزه التطور الحديثه الالعاب الالكترونيه اللي الحين طالعين يستخدمونها الجيل الجديد جيل الاطفال الحديث اللي خلاص العيديه ما قامت لها بس ما لها نكهتها خالص. صارت هذه العيديه الحين تدري شنو في العيد شو بتجيب لي؟ ما عادش تعطيني تبي تجيب لي؟ طيب ايش تبي؟ ابي ايبود ان شاء الله نجيب لك ايبود. العيد اللي وراه تعطيني؟ يعني قام يساومك على العيديه مو بس يساومك يعني عاد يطمع في الاكثر. يعني صارت الالعاب او الاجهزه الالكترونيه هي العيادي لعيالك،
الناس مثلا الناس الثانيه والعاديه لا زالت العيديه موجوده، لان هي نكهه العيد والطفل ابتسامته في تقديم العيد.